السلام عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا في هذا المقطع لعيبه الاسبوع حق يوم الخميس، اللعيبه اللي تالقوا في جميع الدوريات مع فرقهم. ناس ما تشوفون اللي باللون الاخضر، هذا اللعيبه حق اللي متالقين مع فرقهم، تيم اوف ذا ويك اللي بالكرت الاخضر، واللي بالكرت الفرق ولعيبه تشيلسي. هذا باكج يوم الاثنين الماتش داي، وهذا الباكج بعد تبع الماتش داي يوم الاثنين ليفربول. طبعا في ثلاثة باكجات شباب في هذا الاسبوع، بس اهم باكج اللي احنا راح نتكلم فيه اليوم هو باكج تيم اوف ذا ويك اللي باللون الاخضر، اللاعبين اللي تألقوا مع فرقهم في جميع الدوريات. طبعا نفس ما تشوفون شباب عندنا اهم اللاعبين، راح ناخذ نظرة على السريع حق اهم اللاعبين حق هذا الاسبوع. طبعا تقدر تفتح حدك ثلاث محاولات من جميع هذا الكروت الخضراء. فراح اقول لكم شباب من هم افضل اللاعبين حق الباكج يوم الخميس، اللاعبين المؤثرين في هذا الباكج. طبعا رقم واحد يحتل في مركز الهجوم لما تتكلم عن مهاجم فينيشينج، طبعا راح يكونون اثنين. رقم واحد راح يكون ليفاندوسكي، راح تكون طاقاته جدا مرتفعة، افضل من الكروت السابقة حتى من ناحية السبيد، راح يكون السبيد عنده بالماكس ليفل 88، انما بالكرت السابق 87. هذا الكارت يوصل حتى طاقته الى 99، طبعا اللي عندنا احنا الكروت السابقة 97. هذا ليفاندوسكي راح يكون من افضل المهاجمين في اللعبة من حيث الكروت، يعني في ليفاندوسكي افضل كارت حقه. يا شباب نفس ما تشوفون الفينيشينج عنده 99، التمركز الهجومي 99، تحكم بالكرة 96، اغلب الاشياء المهمة حق المهاجم يمتلكها. العيوب قليلة جدا فيه، ممكن يعيبه شوي الاسيليريشن، ما عنده تسارع ولا عنده سبيد كافي، يعني سبيد يعني نورمال، والستامينا. طبعا شباب هذه الاشياء البسيطة اللي تعيبه. طبعا المهاجم تكلمت في السابق ما يحتاج تمريرات قوية جدا، تقدرون تقولون يا شباب هذا اللاعب افضل مهاجم في هذا الباكج. بعدين يا شباب المهاجم الثاني راح يكون هاري كين، لاعب توتنهام. نفس ما تشوفون بالماكس ليفل راح يوصل 97، الفينيشينج عنده 99، التمركز الهجومي 99، تسديدات قوية عنده 95، اغلب الاشياء اللي يحتاجها المهاجم موجودة، ولكن العيوب اللي موجودة فيه الاشياء البسيطة تعيبه، المراوغة، الدربلينج عنده سيء شوي، السبيد ينقص، التسارع ينقص. فيا شباب هذا يجي من بعد ليفاندوسكي، ليفاندوسكي راح يكون افضل منه، ولكن من بعد ليفاندوسكي راح يكون هذا المهاجم الافضل في هذا الباكج هاري كين. مايكل مورينو شباب، هذا لاعب سي ام اف يلعب اند كورمان، الكل يعرف لاعب الارتكاز، هذا معناته لما تحط ديما في لاعب نفس بوسكيتس، نفس فييرا، سوري يلعب نفس فابينو، يلعب نفس يلعب نفس رودري، اللعيب اللي يمتلكون اسلوب لعب لاعب الارتكاز. هذا اللاعب شباب تكلمت عنه في السابق، لما تلعب ديما ما يفضل الهجوم، دائما يفضل البقاء في القلب. هذا اللعيبة، هذا النوع من اللعيبة راح يكونون مهمين في ماي كلب جدا. مايكل مورينو نفس ما تشوفون يلعب سي ام اف، ولكن اسلوب لعبه انكورمان، هذا الاسلوب مهم جدا في ماي كلب، لان العقلية تكون دفاعية. ماي كلب تفكر في دفاعك يكون هجومك قوي، نفس البيت لما يكون الساس ماله قوي يكون البيت من فوق قوي، اذا الساس سيء راح يتهدم بسرعة. فيا شباب هذا اللاعب راح ناخذ نظرة على احصائياته، يمتلك كنترول بول، من اهميات اللاعب الارتكاز يكون مميز في التحكم بالكرة، في التمرير، شوفوا عنده تمرير ممتاز طويل وقصير، عنده تحكم بالكرة، جري بالكرة، الاستحواذ في المناطق الضيقة عنده ممتاز، بعد استامينا ما شاء الله ممتاز، فيسيكال نورمال، سبيده نورمال. يعيبه بعض الشغلات دفاعيا هو مو خارق، يعني ما يتقارن نفس فابينو، ولكن عقليته نفسهم، فهذا راح يكون لاعب مهم للي يبي انكورمان، لاعب ارتكاز راح يكون هذا اللاعب مهم جدا يا شباب. طبعا هذا اللاعب جويدس راح يكون سريع جدا ويلعب حتى في مركز السي اف، راح توصل طاقته الى 95، ولكن اللي عيبه يا شباب تمركز الهجومي سيء، عنده 86 مقارنة كمهاجم في ماي كلب، اقل شيء لازم يصعد فوق 90 وفوق. فتقدرون تشوفون يا شباب الفينيشينج عنده نورمال، التمركز الهجومي نورمال، ولكن راح يكون لاعب سريع جدا للي يحبون اللعيبة السراع، راح يكون هذا لاعب ممتاز وخيار امثل حقهم. طبعا شباب انسيني، انسيني لاعب جناح يلعب ال دبليو اف،
راح يجي طاقته 94 بالماكس ليفل، راح يمتلك سرعة 94، أسيليريشن 91 تسارع عنده، لياقة عنده، وعيبه شباب الفينيشينج ضعيف، ولكن تمركزه الهجومي عالي جدا. هذا اللاعب ما اعتبره من اللاعبين المؤثرين جدا، ولكن اللي يحبون لعب الأطراف راح يكون مهم حقهم جدا. الآن وصلنا شباب إلى رابيوت. رابيوت نفس ما تشوفون بالماكس يوصل 93. هذا اللاعب راح يمتلك قوة جسدية شباب 88، استامينا ممتاز عنده، سبيد نورمال، تسارع نورمال، ولكن تمريراته راح تكون قوية جدا. بالمقابل إلى الدفاع، بالمقابل شباب راح يكون مدافع قوي جدا، بس يعيبه اسلوب لعبه. اسلوب لعبه راح يكون بوكس تو بوكس، من الصندوق إلى الصندوق. مهما كان دفاعه قوي، لما يكون اسلوبه هجومي يهجم ويدافع ما راح يعطيك توازن. هذا اللاعب لازم تضطر انك تحط عليه تكتيك دفاعي. فانا افضل اللعيبه اللي يلعبون دي ام اف، اللي يلعبون دي ام اف ويكونون انكورمان، هذول اللعيبه يكونون افضل شيء اللي يلعبون باسلوب دفاعي. هذا اللاعب طاقاته الدفاعيه قويه جدا، ولكن عيبه اسلوب لعبه هجومي. فيا شباب فيا شباب، هذا اللاعب اللي يبي يلعب بتكتيك دفاعي يحط عليه تكتيك دفاعي، راح يلعب لكم في الملعب بطريقة دفاعية ويكون قوي في هذا المركز. ولكن في حال خليته بدون أي تكتيك متقدم راح يهجم، حتى لو كان دفاعيا قوي راح يعطيك ثغرات في الوسط الملعب، ولكن هجوميا راح يكون قوي، عنده تسديدات قوية، الفينيشينج سيء، ولكن عنده المؤهلات انه يلعب كوسط مهاجم. شباب هذا اللاعب مانسيني راح يكون أهم مدافع في هذا الباكيج. مدافع يمتلك سرعة، قوة، طول، أنا أشوفه هذا من أفضل اللاعبين الدفاعيين في هذا الباكج. خلينا ندخل على طاقاته يا شباب ونشوف. نفس ما تشوفون بالماكس ليفل يوصل 94 طاقته، يمتلك سرعة. أنت لما تتكلم عن مدافع طوله 190 سنتيمتر، نفس ما تشوفون طوله 190 سنتيمتر، ويمتلك سرعة سبيد 86، القوة الجسدية 90، اللياقة 90، هذا اللاعب شباب راح يكون قوي جدا. ولا ننسى انه يمتلك رأسيات عالية جدا، الجامبينج عالي، دفاعيا الوعي الدفاعي عنده مرتفع 94، قطع الكرة 93، العدوانية 91. هذا اللاعب من اهم المدافعين في هذا الباكج. اي لاعب منكم، اي واحد منكم يطمح شباب الى مدافع، بكرة راح يكون هذا المدافع رقم واحد لكم الخيار الامثل. طبعا شباب الحراس انا ما احب اتكلم فيهم في النهايه، هذا حارس يعني ما راح اتكلم فيه. اللي بعده هذا اللاعب الايمه، خلينا نشوف طاقاته يا شباب. تورنسترا اسمه، المهم شباب اسمه يعني شويه صعب، ولكن خلينا نشوف طاقاته. بالماكس ليفل يوصل 91، يمتلك عدوانيه ما شاء الله، يعني وسط مهاجم يمتلك عدوانيه، هذا شيء ممتاز في اللعب، في اللاعب هذا شيء ممتاز في اللاعب. يمتلك تسديدات قوية، انهاء ممتاز 88، كلاعب وسط يعتبر الانهاء عنده ممتاز، تمركز الهجومي 85 لا بأس كلاعب وسط، ولياقته عالية. هذا اللاعب يتميز بتسديدات، لياقة، عدوانية. نفس ما تشوفون انا اشوفه لاعب يعني مو خارق، وليس باللاعب المؤثر، ولكن ليس سيء، يعني خيار امثل للي ما عنده لاعب ايمن يقدر يعتمد هذا اللاعب يا شباب. الآن وصلنا إلى هذا المدافع اللي طاقته 84، خلينا نشوفه. اسمه جي راسموسن، واتيفر شباب اسمه، يعني ما أعرف أنطقه، ولكن هذا المدافع يا شباب بالماكس ليفل راح يكون 92، السبيد عنده راح تكون 82، تعتبر نورمال في ماي كلوب، ولكن فيسيكال عنده قوي، جسمانيا قوي، اللياقة 87 لمدافع سي بي، هذا يعتبر ممتاز جدا. يمتلك رأسيات 90، الجامبينج 90، الوعي الدفاعي 91، قطع الكرة 92، عدوانيته 89. هذا المدافع الثاني تصنيفه من بعد المدافع اللي ذكرته بالسابق، هذا من بعده يجي شباب. هذا المدافع ما أقول لكم خارق، ولكن ليس بسيء، سرعته 82 ويمتلك قوة جسدية، وهذا الأسبوع راح يكون فورما أي، أعتبره خيار أمثل للي ما عنده دفاعات. طبعا شباب هذا اللعيبة حق الأسبوع شفناهم كلهم،
افضل لاعبين وجهة نظر فاضل للي يتمناهم بكره، راح اقول لكم من اتمنى بكره شباب. طبعا ليفاندوفسكي عندي ما راح اعتمده، فعندي خيارات افضل من ليفاندوفسكي. الخيار الاول شباب احتاج هذا المدافع رقم واحد، التارجت الهدف حق فاضل انه يحصل هذا اللاعب اللي طاقته 94 وسبيده 86، هذا افضل مدافع في اللعبه واتمنى بكره يطلع حقي هذا المدافع، اسمه مانسيني. اللاعب الثاني اللي يتمنى فاضل يا شباب مايكل مارينو، هذا اللاعب شباب نفس ما قلت لكم يلعب سي ام اف ولكن عقليته انكورمان، يعني لما تحطه دي ام اف راح يتفعل هذا الاسلوب، هذا الاسلوب فقط يتفعل في حال هو يكون مركز الدي ام اف، في حال هو سي ام اف ما راح يكون عنده اسلوب لعب، فلذلك هذا الاسلوب افضل اسلوب في اللعبه لمركز الدي ام اف، فهذا راح يكون خيار مناسب وامثل لفاضل. هذا اللاعب راح يكون الخيار رقم 2 في الباكج، الاول المدافع الثاني هذا السي ام اف. اللاعب الثالث شباب اللي يتمناه فاضل، طبعا من ما بعد ما قلت لكم هذا المدافعين اتمنى انه يجيني ليفاندوفسكي، لان هذا ليفاندوفسكي افضل من السابق اللي عندي، اللي عندي يا شباب يوصل 97 بالماكس، هذا بالماكس ليفل 99. شنو الفرق بين السابق؟ هذا سبيده 88، السابق 87. الفينيشينج والتمركز الهجومي نفس الشيء اثنينهم. اللي متميز في هذا اللاعب عنده فيسيكال اقوى من الكرت السابق، وعنده تسارع افضل، وعنده هيدينج افضل، وعنده دربلينج افضل، يعني تقدرون تقولون هذا اللاعب متفوق على الكرت السابق بكل شيء، يعني زائد اثنين. فاتمنى ان هذا اللاعب يطلع حقي، حق يكون ليفاندوفسكي شوي اكثر فاعليه. تعرفون السرعه مهمه جدا، مهما تكون 87 88 ما في فرق كبير، ولكن ممكن تحس بتحسن افضل من الكرت السابق. فاتمنى يا شباب هذا اللعيبه الثلاثه اللي ذكرتهم، ليفاندوفسكي، اللاعب اسمه مايكل مارينو سي ام اف، واللاعب المدافع جي مانسيني، هذا اللعيبه التارجت حق فاضل غدا يا شباب. خلينا ننتقل شباب الى الباكج الثاني اللي هو باكج يوم الاثنين. هذا الباكج يا شباب باكج الماتش داي يسمونه، باكج الماتش داي يوم الاثنين راح ينزل، مو يوم الخميس. طبعا راح ينزل ليفربول مع تشيلسي، ليفربول مع تشيلسي شباب. هذا الباكج موجود فيه كل باكج موجود فيه 8 لاعبين من الفريق. مثلا عندنا في تشيلسي تياغو سيلفا، كوفازيتش، ماونت، فيرنر، زياش، مندي، هافرتس، جيمس. خلنا شباب نتكلم عن تشيلسي على السريع، منهم اللاعبين وشنو مميزاتهم على السريع، ومن افضل لاعب انصحكم فيه. طبعا من غير ما ندخل على الطاقات راح اقول لكم منهم افضل اللاعبين. افضل لاعبين رقم واحد فيرنر، هذا المهاجم راح يكون جلتش يا شباب، يوصل طاقته 95، سبيده 99، تسارع 99، استامينه 96، فينيشينج 91، تمركز هجومي 93. هذا اللاعب راح يكون مميز جدا، وعنده جنب عالي، طوله 180 ولكن جنبه عالي ورأسياته نورمال، يمتلك جري بالكره 92، توازنه ممتاز جدا، فيسيكال 83 نورمال. شباب هذا اللاعب راح يكون جلتش في اللعبه، وجهه نظر فاضل هذا اللاعب راح يكون جلتش يا شباب. هذا رقم واحد في الباكج تشيلسي اللي يتمناه فاضل. اللاعب الثاني اللي يتمناه فاضل هافرتس، هذا اللاعب الام اف يا شباب راح يكون، يمكن توقعي راح يكون كرويف جديد، يمكن افضل من كرويف لانه يمتلك القدم الضعيفه 4. فوق هذا يا شباب هذا اللاعب طوله 188، تتكلم عن لاعب طويل القامه، ناس ما تشوفون يا شباب 188، هذا اللاعب طويل القامه جدا، وبالمقابل سريع جدا. لما تتكلم عن سبير يا شباب هذا سرعته 96، طوله 188، يمتلك لياقه 88، القوه الجسديه 87، تسارعه 89، تتكلم عن كنترول 95، تتكلم عن تمركز في الاستحواذ في المناطق الضيقه 95، توازنه ممتاز جدا بحكم طوله 188 ويمتلك هذا التوازن 85، راح يكون قوي جدا، جري بالكره لما يمسك الكره ويجري بالكره راح يكون 94، يعني راح خطواته تكون سريعه بالكره جدا، تمركزه الهجومي 87 والفينيشينج 87. انت تتكلم عن لاعب ام اف، مو مطالب انه يكون خرافي جدا جدا ولكن ليس سيء، يعني راح يكون هجومه التمركز والفينيشينج ممتاز ولكن ليس خرافي، اللي بيعوضه السبيد واسلوب لعبه، اسلوب لعبه بين لاعب بين الوسط والهجوم. هذا شباب اللاعب نفس ما تشوفون هو البلاير، هو البلاير شباب، هذا اللاعب دائما
نزعة الهجومية عنده بحت، هجومي بحت. فهذا راح يكون خرافي جدا. ولا ننسى عنده تسيرات 88 وهيدينج 88. تتكلم عن شنو؟ كل المميزات اللي عند اللي يحتاجها المهاجم موجودة. وفوق هذا عنده ويك فوت القدم الضعيفة 4، يعني لما يسدد باليسار أو باليمين نفس الشيء، ما في فارق عنده. هذا اللاعب شباب يقدر يلعب حتى سي اف، يقدر يلعب اس اس، يلعب سي ام اف، يلعب ام اف، ار دبليو، ال دبليو، ال ام اف، دي ام اف، ار ام اف، يلعب مراكز متعدده. تقدر تقول تسمونه لاعب الجوكر. هذا اللاعب بتستفيدوا منه يا شباب عدل عدل. فنصيحتي هذا اللاعب رقم 2 في باكيت تشيلسي من بعد فيرنر. اللاعب الثالث يا شباب اللي يتمناه فاضل، نفس ما تشوفون أتمنى هذا الظهير. هذا الظهير ليش أتمنى شباب؟ هو هجومي ولكن عجبني، يوصل 95 طاقته. فوق هذا شباب سريع، سرعته 92 وقوة الجسدية عنده 91 ولياقته 94. تمريراته ممتازة جدا شباب، 97، يعني تقدر تقول ما يخطأ في التمرير. الانحناء عنده ممتاز اللي يحبون الرفعات، والتسديدات للفريكك راح يكون قوي جدا بعد. الأجريشن عدواني، هذا اللاعب عدواني، ظهير أيمن عدواني، يلعب بعدوانية، عنده جري بالكرة وعنده كنترول وتسديدات قوية. هذا اللاعب هجومي قوي جدا، للي يلعب في اسلوب هجومي راح يكون قوي. دفاعيا سيء، مو ممتاز، ولكن هجوميا قوي. فاضل ما يحب اللعيب الهجوميين، ولكن هذا اللاعب تقدرون تقولون جذبني، اغراني بطاقته، بحكم انا احب اللاعبين السريعين واللي يمتلكون قوة جسدية. هذا اللاعب الثالث اللي اتمناه يا شباب. خلينا نشوف بعض اللاعبين طاقاتهم. مثلا مونت، هذا يوصل 98 طاقته يا شباب. هذا اللاعب ايم اف يوصل 98، بس ما يعني في شغلات ما عجبتني، طاقته مرتفعة جدا 98، ولكن ما احس الطاقات اللي عنده، المؤهلات يعني مو راكبة عليه، يعني ما ادري ليش. يمتلك كنترول، يمتلك توازن، يمتلك جري بالكرة، ولكن السبيد ماله نورمال مقارنة بطاقته. لياقيا عالي جدا، تسارع، فيزيكال ضعيف، تسديداته قوية، الفينيشينج 87، تمركزه الهجومي 91. هذا لاعب هجومي بحت، يستخدم القدمين بشكل ممتاز، تمريراتها ممتازة، يعني خلنا نقول ما نبي نهضم حقه. هذا اللاعب راح يكون قوي جدا جدا، ولكن مو من اللاعبين اللي يحبهم فاضل. يمكن يناسب غيري ولكن ما يناسب اسلوب لعبي، ولكن طاقاته مو بسيطة. يعني تتكلم عن انهاءه ممتاز، تتكلم عن تسديدات قوية، توازن، كنترول، تسارع، لياقيا قوي جدا، ولكن مو من اللاعبين اللي يحبهم فاضل. كوفازيتش نفس الشيء شباب، مو من اللاعبين اللي هذا النوعية من اللاعبين ما ارغبهم ابدا. راح يكون ممتاز في التحكم والجري بالكرة، راح يكون تمريراته قوية جدا، ولكن يعيبه دفاعيا صفر. دفاعيا صفر، لما يقول لكم فاضل هذا اللعيبة ما يحبهم لان دفاعيا سيء وهجوميا سيء، يعني الانهاء عنده سيء. هذا اللاعب تحتاجه فقط في بناء اللعب، تمريرات، تيكي تاكا، لعب. دفاعيا ما راح يكون قوي، ما راح يكون انهاءه قوي، فمن كذي يقول لكم فاضل هذا اللاعب مو من اللي احبه. تياغو سيلفا شباب، تياغو سيلفا مقارنة في ماي كلاب، اولا طاقته 95. تياغو سيلفا يعني من اللاعبين المدافعين الاقوياء في اللعبة سابقا، ففي هذه السنة انا اشوف هذا اللاعب مهضوم حقه، او ممكن بناء على مستواه الحقيقي لاعب كبير في السن شوي، فنزلت احصائياته. يعني قبل كان اسرع، حاليا بطيء. انت لما تتكلم عن تياغو سيلفا يعني راح تتكلم عن المدافع ذكي جدا في قطع الكرات. شنو اللي يعيبه؟ السرعة عنده نورمال، يعني لما تقول نورمال لا هو بطيء ولا هو سريع، يعني اغلب المهاجمين راح يتعدونه، ولا هو يمتلك القوة الجسدية الخرافية. لما تتكلم عن مدافع نفس فان دايك 97 فيزيكال، هذا 91، يعني في مهاجمين يقارعونه في القوة، وبالمقابل السبيد ماله مو خرافي. يعني راح يكون ذكي جدا لما تتكلم عن هيدينج قوي، جامبينج قوي، قطع الكرة، تمركز الدفاعي، العدوانية قوي جدا، ذكي، لاعب ذكي، ولكن ينقصه سبيد، ينقصه فيزيكال اللي هو القوة الجسدية. هذا جسمانيا راح يكون شوية ضعيف يا شباب، ولياقته ضعيفة جدا 80، راح يتعب بسرعة، فهذا ما أشوفه خيار أمثل يا شباب. الآن شباب ننتقل حق باكج ليفربول، حق ماتش داي، حق يوم الاثنين الماتش داي. الآن نشوف يا شباب ليفربول، ساديو ماني رقم 1 اللي يتمناه فاضل، لأن هذا اللاعب جلتش. فاضل ليش يحب الجلتشات؟ اللي يمتلكون السرعة الخرافية ويمتلكون الفينيشنج العالي.
لما تتكلم عن ساديو ماني تتكلم عن سرعة 99، تتكلم عن تسارع 98، تتكلم عن لياقيا 89، لاعب عدواني يكفي انه مهاجم اللي هو يلعب بشكل عدواني اكثر، جري بالكرة 94، الاستحواذ في المناطق الضيقة 94، يمتلك توازن ممتاز جدا 92، تحكمه بالكرة 93، الانهاء عنده 89، والهجوم التمركز الهجومي 92. هذا اللاعب ما راح يكون خرافي في الفينيشين، راح يكون ممتاز ولكن ليس خرافي. يمتلك شباب ويك فوت، يعني القدم الضعيفة ممتازة عنده، اليمين واليسار شغالين. اللي يعيبه الانهاء المفترض انه يكون اعلى شوي، ولكن راح يكون جلتش من ناحية اختراق المدافعين، راح يكون لاعب يصنع الفارق في بعض المباريات وراح يسبب الصداع حق المدافعين. يا شباب هذا لاعب جلتش ولكن مو رقم واحد، يعني نقول نوع من انواع الجلتشات ولكن ينقصه الفينيشينج. يا شباب اللاعب الثاني تياغو افضل شيء احبه فيه الدبل تاتش مالته نفس نيمار، يعني يسويها بشكل ممتاز جدا. تتكلم عن كنترول، لاعب ذكي، تمريرات، جري بالكرة، توازن، استحواذ في مناطق الضيقة، تمريرات، لياقيا سيء، سرعة سيء، تسارع سيء. هذا اللاعب بدنيا سيء جدا ولكن لاعب ذكي جدا، يمتلك تمريرات عالية، يمتلك انحناء، ركلات حرة، استخدام القدم الثانية يمين ويسار، ولكن نهائه سيء، دفاعيا سيء. انت لما تتكلم عن دفاعيا سيء هجوميا سيء، يعني هذا لاعب نفس من نوعية كوفازيتش وتوني كروس اللي يعطونك بناء لعب ولكن ما يعطونك اهداف، ما يعطيك دفاع قوي. هذا مو من النوع اللي انا احبه يا شباب. روبرتو فيرمينو شباب، هذا اللاعب مو مقنع ابدا بالنسبة حقي يا شباب، هذا اللاعب مو مقنع ابدا. روبرتو فيرمينو يعني لما اقول لك مو مقنع الحين اثبت لكم ليش مو مقنع. يوصل 96 ولكن هذا النوعية من اللاعبين لا يمتلك السرعة الخرافية ولا يمتلك القوة الخرافية ولا يمتلك الفينيشينج الخرافي. لما تتكلم عن وسط يكون مميز، نفس ما قلت لكم اللاعب السابق تياغو لا هو دفاعيا قوي ولا هو هجوميا خرافي، فهذا النوعية من اللاعبين نفس الشيء، يمتلك تحكم بالكرة، جري بالكرة، تمريرات، يعني لاعب ذكي وفنان في الملعب نفس بنزيما ولكن مو خارق نفس رومانيجي. رومانيجي سرعة انهاء، هذا اللاعب ما يمتلك انهاء خرافي ولا يمتلك سرعة خرافية، فهذا مو جلتش سكيب يا شباب، مو من النوعية اللي احبها. فبينه الكسندر ارنولد، هذا اللاعب شباب اللي يحب الرفعات هذا رقم واحد في اللعبة، من افضل اللاعبين في الرفعات واللعب التمريرات الأرضية وحتى في تسديدات الفريتك، هذا من أفضل اللاعبين في مركز الظهير. لاعب يمتلك تمريرات عالية جدا قصيرة وطويلة، الانحناء عنده 98، لياقيا ممتاز جدا، التوازن عنده 87، سبيد عنده 94، تسارع 90، تسديدات قوية 94. طبعا شباب دفاعيا مو قوي ولا هو هداف ولكن هذا اللاعب هجومي قوي جدا من ناحية الدعم الهجومي. لما تتكلم عن دعم الهجومي لاعب يعطي إضافة كصانع لعب، كتمريرات، عكسياته ممتازة جدا، ولكن يعيبه الجانب الدفاعي، ولكن لياقيا قوي جدا، سبيد ممتاز جدا، ولكن دفاعيا مو من اللاعبين اللي يتقارنون نسوان بيساكا وبافار وهرنانديز، ولكن لاعب هجوميا قوي جدا جدا يا شباب. فابينهو ما يحتاج تتكلم عنه، لما تشوف اسلوب لعبه يا شباب بتعرف ان فابينهو من افضل الارتكاز في اللعبه. انكورمان شباب، الانكورمان الكل يعرفهم، النزعه الدفاعيه في الملعب، هذا عقليه دفاعيه بحت في الملعب، يمتلك سبيد نورمال ولكن لياقته ممتازه، فيسيكال 89، عدوانيا 91، قطع الكره 91، تمر الوعي الدفاعي 92، جامبينج 85، مقارنه بطوله 188 ممتاز، الاستحواذ في المناطق الضيقة، لاعب قوي يعرف يطلع من المهاجمين لما يضغطون عليه، يعرف شلون يطلع بالكرة، جري بالكرة ممتاز مقارنة لدي ام اف، تحكم بالكرة 88 ممتاز. يا شباب هذا اللاعب من افضل اللاعبين الارتكاز في اللعبة، ما اقول الافضل، واحد من الافضل اللاعبين في اللعبة في الدي ام اف. شكيري شباب مو من اسلوب لعبي ولكن بشرحه، لاعب
سلبي. ليش سلبي؟ لا يمتلك السرعة الخرافية، لا يمتلك الإنهاء، لا يمتلك القوة الجسدية. طبعا شباب شاكيري يوصل 93، طاقاته مو مقنعة لأنه لا هو سريع ولا هو هداف. أنت لما تكلم عن جناح يتميز بسرعة أو يتميز بإنهاء، هذا يتميز يا شباب تسديدات قوية، جرب الكرة ممتاز، توازنه ممتاز جدا، تسارعه ممتاز، ولكن حتى في الفريك تسديداته ممتازة، بس لاعب مو مؤثر أبدا يا شباب، ولا هو جلتش ما أنصح به أبدا. ميلنر شباب، الآن شباب ميلنر معروف دفاعيا متوسط، هجوميا سيء، فهذا اللاعب انجن. لما تقول انجن يعني هو محرك، هو فقط محرك الفريق، يعني لاعب شعلة نشاط، عنده نشاط ولكن فقير في التهديف، دفاعيا نورمال ولكن لاعب ليس بالخرافي في وجهة نظري يا شباب. فيليبس هذا المدافع نفس ما تشوفون يوصل 91، هذا اللي عجبني فيه، سبيده 82 والفيسيكال عنده عالي جدا، القوة الجسدية عنده 95 والسبيد 82، لياقيا 89 لمدافع قوي جدا. هذا اللاعب راح يكون قوي وانصح به يا شباب. الجامبينج عنده عالي مقارنة بطوله 188، راح يكون خطير في الكورنرات، حتى مو بسهولة ان المهاجمين يضربون الكرة عليه بالرأسيات. قطع الكرة 91، عدوانية 91، الوعي الدفاعي 89، كرت الكرة صفرة شباب، هذا كرت أصفر ولكن طاقاته ممتازة جدا، وانصح به للي ما عنده مدافعين يا شباب. الآن بما أن خلصنا شباب جميع الباكجات، راح أقول لكم على السريع من هم أفضل اللاعبين اللي يتمناهم فاضل في ليفربول. أتمنى ساديو ماني، أتمنى فابينهو، وأتمنى يا شباب هذا السي بي فيليبس، أتمنى هذا الثلاثة اللي يطلعون حقي. في تشيلسي أتمنى فيرنر، أتمنى هافرتس، أتمنى جيمس. في باكج لعيبة الأسبوع أتمنى ليفوندوسكي، أتمنى يطلع لي مايكل مورينو، وأتمنى مانسيني هذا المدافع. هذا اللاعبين اللي يتمناهم فاضل لباكج يوم الخميس، وأتمنى التوفيق إلى الجميع، وشكرا يعطيكم العافية.